أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. الكورونا عود على بدء. عاد الفيروس الذي حير العالم ليضرب في لبنان وبأرقام قياسية، ووزير الصحة لم يستبعد الذهاب لتطبيق ما يسمى سياسة مناعة القطيع، ولكن بشكل هادئ، أي خلافاً لكيفية تطبيقها في بعض البلدان الغربية حيث أدت إلى نتائج كارثية. فبعد الإصابات 100 التي سجلت يوم أمس، رست اختبارات PCR اليوم على 62 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1086 إصابة. ترافق ذلك مع تحذيرات من مختلف المرجعيات في الدولة والمجتمع من التمادي بالاستهتار الذي شهدته الأيام الماضية، والذي قد يعيدنا إلى مربع الإقفال التام أو العزل الكلي للمناطق كما حدث مع بلدتي مجد العنجر ومسبود. سياسياً، شكل التقاء مناسبات عيد التحرير والمقاومة والفطر السعيد ويوم القدس منبراً دعا من خلاله رئيس مجلس النواب جميع القوى لوقف حفلات التهم، داعياً الحكومة إلى مغادرة محطة انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد والدول المانحة والانطلاق بعمل ميداني بعيد من الخطط الورقية. وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد، فقد أعلنت الحكومة اللبنانية عن اختتام الجولة السادسة من المفاوضات، وفي تطور لافت نقلت رويترز عن وزارة المال ترحيب الحكومة بمساهمة جمعية المصارف في خطة التعافي المالي. بداية النشرة من كلمة الرئيس نبيه بري. رسائل سياسية عدة وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له لمناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس، داعيا الحكومة مغادرة محطة انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد والدول المانحة والانطلاق بعمل ميداني بعيد عن الخطط، مؤكدا أن المطلوبة أعمال بدلا من الأقوال، ودعا الجميع موالاة ومعارضة وقف حفلات إلقاء التهم في زمن تحمل المسؤوليات. المطلوب من الحكومة ومن كافة الوزراء مغادرة محطة انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة والانطلاق بعمل محسوس يمسه المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة الوطن. أنا الأوان للحكومة أن تنطلق بعمل ميداني بعيدا عن الخطط والبرامج الورقية. المطلوب أعمال أكثر من الأقوال. قالها الإمام الصدر يوما: اعدلوا قبل أن تبحثوا عن وطنكم في مقابر التاريخ. وشدد الرئيس بري على وجوب تحرير القضاء والقطاع الكهربائي، كما رفض أن يكون الأمن الغذائي والصحي وجان عمر اللبنانيين ضحية لسياسة مصرفية خاطئة. تحرير القضاء وإنجاز استقلاليته من أي تبعية سياسية أو طائفية وإطلاق سراح القوانين المنجزة والنائمة في أدراج الوزارات والتي لا تحتاج سوى إلى إصدار المراسيم التطبيقية لها وهي بالعشرات. تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيدرالية والكونفدرالية في تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع ارتكازا إلى قواعد الكفاءة والاختصاص ونظافة الكف عبر إدارة المناقصات دائما في أي مناقصة. رابعا، لا يعقل ولا يجوز أن يبقى الأمن الغذائي والصحي ومصير جان العمر اللبنانيين وتعبهم في الوطن وبلاد الاغتراب رهينة أو ضحية لسياسة مالية ومصرفية خاطئة أو رهينة لجشع كبار التجار ووضع شركات احتكارية وفساد عشعش في كل زاوية. وفي هذا الإطار نجدد من موقعنا النيابي والسياسي التأكيد على أن ودائع اللبنانيين في المصارف هي من الأقداس وصلت الصدى لأية محاولة ترمي
للتصرف بها. الرئيس بري أكد رفضنا كلبنانيين لصفقة القرن، معتبرا أنها وصفة سحرية لإعادة أحياء مشاريع التقسيم من بوابة فلسطين، مشددا على شرعية مقاومة الفلسطينيين ومحذرا من الأصوات النشاذ التي بدأت تعصف بلبنان لحل الأزمات التي يرزح تحتها، قائلا لا الجوع ولا أي عنوان آخر سيجعلنا نستسلم لأي مشروع صهيوني. السيد حسن نصر الله يقول الإسرائيليون كانوا يراهنون على أن ثورة 17 تشرين هي انقلاب على حزب الله، واليوم يراهنون على الأوضاع الاقتصادية وعلى انقلاب بيئة المقاومة عليها. الآن الإسرائيليون أيضا يراهنون على الوضع الداخلي، على الوضع الاقتصادي، على العقوبات الأمريكية، يراهنون على انقلاب بيئة المقاومة على المقاومة، يتحدثون عن هذا علنا. في الانتخابات الماضية تابعوا الانتخابات وتوقعوا انقلابا أو وعدوا من قبل بعض جماعاتهم في البيئة الشيعية أنه هناك تحول كبير في البيئة الشيعية خصوصا وفي البيئة العامة الداعمة للمقاومة، فوجئوا بنتائج الانتخابات قبل عامين. الآن هم ما زالوا يعملون يراهنون على انقلاب البيئة على المقاومة كما يقولون، يعني العقوبات. يعني بإيران انتهينا إلى العقوبات والحصار، بسوريا انتهينا إلى العقوبات والحصار وقانون قيصر، باليمن العقوبات والحصار قائمة، وبلبنان أيضا ننتهي إلى نفس الموضوع، ومحاولة اللعب على الوضع اللبناني، وأنه يعني على مقولة أنه يا لبنانيين إذا بدكم فلوس وبدكم اقتصادكم يتم إنقاذه وبدكم ما تموتوا من الجوع، عليكم أن تسلموا سلاحكم وأن تلقوا سلاحكم وأن تتخلوا عن المقاومة. قائد الجيش يؤكد في أمر اليوم لمناسبة الذكرى 20 للتحرير على حقنا في استكمال الإنجاز وإعادة مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء الشمالي من قرية الغجر وجميع الأراضي المتحفظ عليها إلى كنف الدولة والتصدي لمخططات إسرائيل وخروقاتها المتمادية. أشار قائد الجيش العماد جوزيف عون في أمر اليوم إلى العسكريين لمناسبة عيد المقاومة والتحرير إلى أنه يكتسب عيد المقاومة والتحرير هذا العام مكانة أكثر عمقا في ظل صعوبات جسيمة يواجهها لبنان، بحيث نستحضر في ذاكرتنا الوطنية حجم ذلك الإنجاز التاريخي المشرق المتمثل بالانتصار على العدو الإسرائيلي وتحطيم هيبته ودحره عن القسم الأكبر من أرضنا، وهو إنجاز لم يأتي إلا نتيجة لصمود شعبنا ومقاومته وتمسكه بحقه في التحرير الكامل لأرضه. واليوم في الذكرى 20 للتحرير إذ نؤكد مجددا حقنا في استكمال الإنجاز وإعادة مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء الشمالي من قرية الغجر وجميع الأراضي المتحفظ عليها إلى كنف الدولة والتصدي لمخططات العدو الإسرائيلي ولخروقاته المتمادية للسيادة الوطنية. نواجه بالعزيمة الظروف الاستثنائية خلال هذه المرحلة الحساسة، ولا سيما تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصعوبات التي فرضها فيروس كورونا المستجد. وأضاف قائد الجيش في أمر اليوم: أيها العسكريون، لقد بقيتم أوفياء لقسمكم وتعهدتم بأن تتولوا حماية السلم الأهلي إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى والنهوض بواجباتكم كاملة، بدءا من المشاركة في جهود التوعية الصحية إلى مواكبة التحركات المطلبية بالإجراءات الأمنية المناسبة مع احترام حرية التعبير عن الرأي سلميا. يتم ذلك بالتوازي مع صون الاستقرار عند الحدود الجنوبية بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تطبيقا للقرار 1701 ومندرجاته، وضبط الحدود الشمالية والشرقية، وبذل كل جهد ممكن لمكافحة التهريب رغم الإمكانات المتواضعة. وتابع قائلا: أيها العسكريون، أدرك تماما حجم التضحيات التي تقدمونها والجهود الجبارة التي تبذلونها خلال هذه الأوضاع العصيبة، لكنني أعلم يقينا أن ذلك لن يزيدكم إلا تماسكا وعزيمة، لأنكم نذرتم أنفسكم لخدمة وطنكم وصونه من الأخطار على اختلافها.
وفي عيد المقاومة والتحرير أدعوكم إلى مزيد من اليقظة والجهوزية، لأن لبنان يستحق منا كل تضحية وعطاء. عقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية غازي وزني اجتماعه السادس مع خبراء صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على رأس فريق من البنك المركزي، ويندرج الاجتماع المتعلق بقانون الكابيتال كنترول ضمن سلسلة مناقشات بناءة مستمرة عن بعد وستستكمل نهار الأربعاء المقبل. وكان لبنان قد عقد أمس اللقاء الخامس مع صندوق النقد الدولي، حيث تشير المعطيات إلى أن النقاشات إيجابية حتى اللحظة مع ضرورة تنفيذ الخطة المالية الحكومية بأسرع وقت ممكن لكي تتقدم المناقشات مع الصندوق إلى الأمام. وزارة الصحة العامة أعلنت في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا بأن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 62 إصابة جديدة، 3 إصابات لوافدين و59 لمقيمين في لبنان، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1086 حالة. نتوقف الآن مع أذان المغرب. تقبل الله صيامكم. أصدر وزير الداخلية والبلديات تعميماً منع فيه إقامة أي احتفالات أو تجمعات رياضية أو ترفيهية أو فتح دور الملاهي والنوادي الرياضية والملاعب والحدائق. كورونا يعزو المزبود ومجد العنجر. عاود عدد فيروس كورونا نشاطه حاصداً إصابات جديدة في مناطق عدة، الأبرز مجد العنجر وبلدة مزبود الشوفية. ومنعاً لانتشار الوباء تم إعلان عزل البلدتين، فبعد تسجيل 18 إصابة أعلن محافظ البقاع كمال أبو جودي عزل بلدة مجد العنجر وتكليف الأجهزة الأمنية المتابعة والمراقبة، وذلك بناءً لتوجيهات وزير الداخلية وبعد التشاور مع مجلس الأمن الفرعي وبلدية مجد العنجر. وسجل إقفال 21 مدخلا في بلدة مجد العنجر باستثناء مدخل الإكرامية، ومنعت القوى الأمنية الدخول والخروج من البلدة باستثناء الأطباء والصيادلة والمواد الغذائية والزراعية. بدورها أعلنت بلدية مزبود حال الطوارئ وعزل البلدة إثر ارتفاع عدد الإصابات إلى 15، إذ تبين بعد صدور نتائج فحوص البي سي آر التي أجريت بتاريخ 19/5/2020 لعدد من أبناء البلدة والمقيمين تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى الإصابات السابقة. وفي هذا الإطار اتخذت البلدية قرارات عدة، منها إعلان حالة طوارئ وعزل البلدة، الالتزام التام بالحجر المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورات القصوى، وإقفال جميع المحلات والمؤسسات باستثناء المراكز الطبية والصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية، شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية واعتماد خدمة الدليفري، وإضافة إلى ذلك عدم التجول إلا في الحالات القصوى وارتداء الكمامات والقفازات. وزير الصحة يحذر إذن من أننا قد نذهب إلى إقفال البلد بشكل كامل إذا أصبح عدد الأسرة غير كافٍ. دق وزير الصحة حمد حسن ناقوس الخطر، مؤكدا من مجد العنجر خلال جولة تفقدية أن رقم الإصابات المسجل هو رقم صادم، قائلا إذا لم نكن على قدر عال من المسؤولية فلا شك أن موضوع كورونا سيكون كارثيا، مشيرا إلى أنه ليس من حق المغتربين أن يفك الحجر ويسبب خطرا على البلد والمواطنين، وتابع الحالات التي لا تسجل عوارض هي التي تؤدي إلى تفشي الوباء والخطر الحقيقي. الخطر حقيقي، ولكن برجع بقول مرقنا بتحديات ونماذج مختلفة في مناطق جغرافية عديدة بلبنان وربحنا وسجلنا نقاط متقدمة، لن نتهاون، لن نتخاذل، لن نرجع إلى الوراء. كان الهدف بتعبئة العامة وتخفيف بعض الإجراءات والضوابط من تعبئة العامة أنه نحن نروح بسلاسة على الحياة الطبيعية الآمنة. هون بطريق الرجعة بصير عنا مناعة قطيع أو ما بصير عنا، هي رهن بعدد الإصابة وانتشار العدوى. لهلأ فحوصات البي سي آر اللي عم نعملهم وبكافة المناطق اللبنانية لا توحي أنه هونيك تفشي مجتمعي وبالتالي صار عنا مناعة مجتمعية، ولكن
إذا صار عندنا بعض حالات وارتفع حالات التسجيل حالات المناعية ضد هذا الفيروس، نكون نحن رايحين بسياسة المناعة المجتمعية بين هلالين مناعة القطيع، ولكن بشكل هادئ وروي وسوي. نحن أيمتى منسكر البلد فليكن بمعلوم الجميع، بس نلاقي عدد الأسرة خاصة بالمستشفيات الحكومية والعناية الفائقة كمان صار عنا تسكرت، أكيد رايحين على تسكير البلد. حتى نكون واضحين مشان نقول شو اللي بيحكم تسكير البلد، لا السياسي ولا الاقتصاد بالوقت الراهن، هو سلامة الناس. الوزير حسن زار كذلك المرج مؤكدا من هناك وضع كل الإمكانات في تصرف البلدة، مشددا على أهمية الالتزام بالحجر المنزلي والعمل على التباعد. كيف استطاعت بلدة شكا الوصول إلى صفر إصابات في الكورونا؟ فازت بلدة شكا البترونية بالتحدي واستطاعت أن تجتاز أزمة الكورونا، فبين ليلة وضحاها ارتفعت أعداد الإصابات بالوباء في البلدة، فكانت خلية الأزمة بالمرصاد وانطلق العمل، تعقيم، فحوصات PCR، توزيع مساعدات غذائية وأدوات للتطهير والتعقيم، عزل، حجر وتجهيز مستشفى شكا البلدي لاستقبال المصابين في فترة الحجر، والأهم رقابة يومية وعلى مدار الساعة للوافدين والمقيمين والنازحين من قبل شباب البلدة. أنا بشكر هالشباب مرة تانية ومرة تالتة، هالخلية اللي كانت خلية نحل عم تشتغل ليل نهار بدون توقف على جميع الأصعدة، على التنبيه، على زيارات المريض، على المساعدات، على جميع الأصعدة. ما فيني يعني إلا جميع الأصعدة كانوا سهرانين على الموضوع الكورونا كورونا، ونحن اليوم صفر بالضيعة، ما عندنا أي مشكلة. نحن بالخلية مميز بين الحجر الإجباري والحجر الاحترازي. حجر الإجباري للأشخاص المصابين ولكن ما عندهم عوارض سريرية، ما بدهم مستشفيات، هودي فيهم يحجروا حالهم بمنازلهم إذا منازلهم مؤهلة، أو بمركز الحجر اللي أعدته خلية الأزمة لهالموضوع. بموضوع الحجر الاحترازي للوافدين، عليهم يبلغونا هني أو أهليون إنهم هني وافدين بتاريخ معين، بيروح حدا من خلية الأزمة بيكشف على المكان اللي راح يكونوا حجرين حالهم فيه، ونحن منتواصل معهم لأي حاجة، لأي عارض طبي حسوا فيه، لأي حاجة لوجستية هني بحاجة إلها. شكا وبفضل خلية الأزمة والبلدية ومجتمعها المدني استطاعت أن تكون مثالا لكل بلدة تريد حماية أهلها من جائحة نأمل ألا تطول إقامتها عندنا. بين ليلة وضحاها تفاجأت بلدة شكا البترونية بأعداد إصابات بالكورونا، لكن خلية الأزمة والبلدية وأبناء البلدة كانوا بالمرصاد، وفي شكا اليوم صفر إصابات بالفيروس. من مبنى مستشفى شكا البلدي، بيير البيع، تلفزيون لبنان. قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بإشارة للمديرية العامة للجمارك حجز باخرة الفيول أسوبوس الراسية في خليشونية، والتي أظهرت نتائج المختبرات أن حمولتها غير مطابقة للمواصفات بعكس الفحوصات التي أجريت خارج لبنان. ويذكر أن التحقيقات القضائية أظهرت أن ملكية حمولة الباخرة تعود لشركة بي بي إنرجي لأصحابها بهاء ووليد البساتنة. صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شرب أبو سمرة بتخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة قدرها 100 مليون ليرة لبنانية. كما قررت الهيئة منعهما من السفر لمدة 4 أشهر. We'll be right back.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تمسكه بالحرية الإعلامية وأن أبواب الرئاسة مشرعة أمام الإعلاميين. جاء كلامه أمام نقيب المحررين وفي بعبدة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي. أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي تمسكه بالحرية الإعلامية وبأهمية التزام الإعلاميين المسؤولية والموضوعية في خلال أدائهم مهمتهم، لا سيما في الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها لبنان. ونقل النقيب القصيفي عن الرئيس عون قوله إن أبواب رئاسة الجمهورية مشرعة أمام الإعلاميين الذين يكون لهم رئيس الجمهورية كل تقدير، وذلك لاطلاعهم على ما يحصل على مستوى البلاد. وأشار إلى أن الرئيس عون يولي أيضا مطالب الإعلاميين اهتماما خاصا. وعرض الرئيس عون مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عمل المجلس خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وفي خلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم الجريصاتي تم التطرق إلى ضرورة اعتماد خطط إنقاذية لقطاعات التجارة والسياحة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، حيث أكد عربيد على أهمية وجود عملية تشاركية في اتخاذ القرارات على مستوى قطاعات الإنتاج. وتناول البحث أيضا أهمية معالجة الشأن التربوي وما يتصل بأوضاع المدارس في ضوء الأزمة التي يواجهها القطاع التعليمي في لبنان على صعيد المدارس والمعلمين والطلاب وذويهم. في عين التيني الرئيس بري يلتقي رئيس الحكومة الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح، والفرز ليؤكد على جلسة الخميس. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني رئيس الحكومة حسن دياب، وكان عرض لآخر التطورات. دياب غادر عين التيني من دون الإدلاء بأي تصريح. على صعيد آخر، أشار نائب رئيس مجلس النواب النائب علي الفرزلي إلى أن قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يكون يوم الخميس القادم موعد عقد الجلسة التي ستتناول اقتراحات قوانين صدقت في اللجان وفي اللجان المشتركة، وستتناول أيضا اقتراحات قوانين لها صفة المعجل المكرر في الجلسة المذكورة. وأضاف أن نهار الخميس سيكون كافيا لدراسة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين. اتخذ قرار بقبل دولته بأن يكون نهار الخميس القادم بعد أيام عيد الفطر يوم انعقاد الجلسة العامة التي ستتناول اقتراحات قوانين صدقت في اللجان وفي اللجان المشتركة، وستتناول أيضا اقتراحات قوانين لها صفة المعجل المقرر في الجلسة المذكورة. كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر: في كل يوم تزداد الإصابات وسط تراخ عام مع الأسف، يظن فيها بعض الناس أنه طالما بقيت بعيدا عنهم فهم في أمان، ومن ناحية أخرى لابد من أرباب العمل الذين يستخدمون العمالة الأجنبية من تأمين الوقاية الصحية في العمل والسكن وضمان حق العودة إلى ديارهم ماديا، إنهم بشر مثلنا وممنوع التمييز. سفيرات النرويج وكندا والسويد في الصيف يطالبن بإصلاحات فورية وانتخابات نيابية مبكرة. استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في البيت المركزي سفيرات كندا النرويج وسويسرا، وقد جرى خلال لقاء التطرق الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه لبنان وحاجته الملحة إلى المساعدة، وفي هذا الإطار وضرورة الشروع بالإصلاحات المطلوبة فورا من وقف التهرب والتهريب على الحدود وضرورة ضبطها إلى وجوب البدء بالإصلاح في الكهرباء وغيرها من البنود الإصلاحية التي باتت معروفة. وطالبنا بها الجهات الدولية لفتح الباب أمام المساعدات الموعودة للبنان لتمكينه من الخروج من الحالة الراهنة، كما جرى التطرق إلى ضرورة أن لا يبتعد لبنان عن المجتمع الدولي أو عن صداقاته التاريخية مع الدول المساندة له، ووجوب تطبيق القرارات 1701 و1559 بعيدا عن محاولات حزب الله جره إلى أحد محاور المنطقة، مع ما يرافق ذلك من عزل لبنان عربيا ودوليا وعلى مختلف المستويات. كما كان تأكيد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السياسة في لبنان، على اعتبار أن أي حل مستقبلي للوضع اللبناني لابد أن يرتكز على حل سياسي شامل يأخذ بالاعتبار الواقع الجديد الذي أرسته 17 تشرين. قال وزير الصناعة عماد حب الله أن أمننا الغذائي والصناعي والمجتمعي ونجاح صناعيين ومزارعين وتجارنا لن يتحقق إلا بانفتاحنا شرقا، قائلا لنتجه شرقا ولن ننتظر إشارة من أحد،
فكلهم سبقونا. وأضاف حب الله في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: لنتجه شرقا عبر سوريا باتجاه دول الخليج والعراق وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة، ولتنعم منتجاتنا بذواقيها وامتدادات لبنان الطبيعية والتاريخية، ولنخفف ضغط الدولار على الليرة، ولنضرب التهريب والإغراق، ولنمتن علاقاتنا التاريخية الممتازة مع الدول الصديقة في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا وكل أنحاء العالم. رئيس تجمع صناعي لشويفات كمال الرفاعي تحدث لتلفزيون لبنان عن الصعوبات التي يواجهها القطاع والمطالب الملحة للنهوض به، مشددا على حماية الصناعات من التهريب. إذا الرئيس الحكومة عم بيقول أنه بلشت المركب يغرق، يعني معناته هن هالحكومة ما حطوا إيدن على الجرح. يعني البنك الدولي عم بيقول لهم أعطونا إصلاحات، يعني إصلاحات هي الجذرية لحتى يقدر البنك الدولي يقدر يتفاوض معهم ويعطيهم الأبروفل لإلهم حتى يقدروا يعرف أنه هالدولة ماشية بالطريقة الصحيحة، ويكون في تبادل ثقة بين بنك الدولي وبين الحكومة. للأسف لحد هلا الحكومة ما بينت على ولا برهنت على واقعها الصحيح وحطت إيدها على الجرح. أولا المعابر الشرعية الغير شرعية، المطار، البور، كل هدول هذر للدولة، وهو اللي عم يطالب فيهم بنك الدولي. بذلك الأمر عندي كمان اليوم الكهرباء، هي المصيبة الكبرى. الصناعة اللبنانية هي أنصل وسفير متجول في أنحاء العالم، فخر لألنا. بس طبعا الصناعة بدها تقوم مع أجريها، بدها الحكومة تعمل أشياء لألها، يعني مثلا تحميها من التهريب، تحميها من التفئة. اليوم اللي هيلك الدنيا، اليوم أنا بدول العالم تانية عم تسمح لهم بهالفترة العصيبة أنه التفئة ست أشهر سماح، الجمارك إعفاء كامل، توقيف زمة البراءة الزمة من الضمان اللي عم يتعذب فيها الصناعي، كمان يوقفوا على ست أشهر حتى الصناعي يقدر يوقف على إجريه. بجانب ذلك شو عملت الدولة؟ شو عمل البنك المركزي؟ وقفت الصرافة والبنوك ما عم بتعطي، وانتم ما عم بتحولوا للصناعيين. الصناعيين عندهم ادخاراتهم، انتم مسكينهم اياها بالبنوك وحاجزينها، هن بيقدروا ياخذوا من مدخراتهم ويشتروا مواد اوليه ويشتروا من برا شويه ويخلطوها مع بعض، بدل الاسعار متساويه متهاوده. بمناسبة عيدي الفطر والمقاومة والتحرير، اعتبر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الظروف الراهنة هي الأخطر في تاريخ لبنان بفعل تداعي الأزمات المعيشية والاجتماعية والصحية، بالتوازي مع ارتفاع معدلات الأخطار الأمنية التي تحيط بلبنان من كل الجهات، خصوصا من جانب العدو الإسرائيلي. ودعا إبراهيم العسكريين للحيلولة دون وقوع ما هو أسوأ، خصوصاً مع تعاظم جائحة كورونا، وإلى المزيد من المبادرة في شتى المجالات الإدارية والأمنية. وإذا كانت المرحلة الراهنة على هذا القدر من الخطورة، فهي تستوجب حذراً استثنائياً لمنع المستثمرين بالأمن من تحقيق أهدافهم. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان التقى في دار الفتوى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، الذي توجه إلى الحكومة: المهم اليوم أن يرى الشعب إنجازات حقيقية، فالمعايير التي تشكلت الحكومة على أساسها تمحورت حول عناوين أساسية أبرزها وقف الهدر واسترجاع الأموال المنهوبة. أعلنت مشيخة عقل الموحدين الدروز اعتذارها عن إقامة صلاة الجماعة بمناسبة عيد الفطر السعيد في مقام الأمير السيد عبد الله التنوخي، وذلك بسبب جائحة كورونا. على أي وجه شيخ العقل الشيخ نعيم حسن رسالة بالمناسبة عشية العيد: أغلق منتصف ليل الأربعاء 20 أيار باب الترشح لمنصب المدير العام رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وبدأ العد العكسي لاختيار المرشح الأكفاء للمنصب من بين 139 مرشحاً تقدموا بطلباتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وقد بدأت صباح يوم أمس عملية الفرز الآلية للطلبات وفق المعايير التي وضعتها وزارة الإعلام، وسيصار في المرحلة
الأولى إلى تحديد طلبات الترشيح المطابقة وغير المطابقة، ليصار بعد ذلك إلى تسليم وزارة الإعلام تقريرا بعملية الفرز الأولي مرفقا بتعليل عدم قبول المرشحين الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة. عملية الفرز الأولى ستستتبع بعملية فرز ثانية في وزارة الإعلام يشارك فيها عضو من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وعضو من مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة السرية التامة لناحية المعلومات الشخصية للمرشحين، على أن يصار بعدها لاختيار المرشحين أمام لجنة فاحصة تشكلها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بحيث سيتم تقييم المرشحين في هذه المرحلة على أساس خطط عملهم التي تترجم رؤيتهم المستقبلية لتلفزيون لبنان وعلى أساس مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية. أخبار محلية في هذه الصفحة. لمناسبة ذكرى التحرير انطلقت مسيرة مراكب بحرية في بحر صور حاملة الأعلام اللبنانية. حصل تلاسن بين الصرافين في ساحة بوابة صور على خلفية تسعيرة وبيع الدولار، فأشهر أحدهم سلاح فردي وأطلق النار على زميله في مصلحة الصرافة، وحضرت على الفور القوى الأمنية فيما نقل الجريح إلى إحدى المستشفيات. صيدا التي كانت تعج بالحركة والازدحام عشيات عيد الفطر غابت عن شوارعها مظاهر الفرح بالعيد، وتحولت الأسواق التجارية إلى مجرد كزدورة لعدد كبير من المواطنين الذين ابتاعوا القطايف الشعبية عوضا عن البقلاوة الغالية الثمن. وأقصى الهم اليوم هو تأمين لقمة العيش والاستغناء عن شراء ثياب العيد والاكتفاء بشراء الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب، وذلك بسبب تصاعد موجة الغلاء الجنونية وتفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء. رئيس جمعية التجار علي الشريف لفت إلى أن الحركة التجارية لم ترقى إلى طموحات التجار. يعني نحن شعب لبنان بعد ما تهجرنا زي السوريين، السوري عايش أحسن مننا بلبنان، شو بدنا نعمل بعد؟ كان عندي شغلان ثلاثة عم بشتغلون لحالي عشان ما قدران ادفع اجار شغيلة. الطحين غلي، الخميرة غلي، السكر غلي، الجبنة غلي، شو منام الجيب؟ صندوق الخميرة كان بأربعين ألف صار بمية وستين ألف، منام بدك طعم الشعب؟ صرنا عم نقول للزبون اتنين بألف عم نستحي، ما قدرانين نغلي شيء، لوين بدنا نوصل بعد؟ ومن صيدا إلى طرابلس، مطبخ رمضان الخيري يستمر بتقديم الوجبات الساخنة لأهالي المناطق الشعبية والعائلات الأكثر فقرا، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يضغط على الجميع. أنا لارا رفاعي، صاحبة أو مؤسسة فكرة مطبخ رمضان الخيري بمنطقة الغربة بطرابلس، ناطرين دعمكم ومساندتكم لأنه نحن مستمرين بثلاث أيام العيد إن شاء الله وما بعد العيد إذا الله يراد. أمريكا الشمالية وجارتها الجنوبية تسجلان أرقاما قياسية في أعداد الإصابات والوفيات. معاناة الأمريكيتين من وباء كوفيد-19 تتواصل، فالبرازيل تسجل مزيدا من الأرقام القياسية في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، مع تخطيها عتبة 20,000 وفاة وملامستها حاجز 315,000 إصابة، وسط إشارة علماء إلى أن هذه الأرقام هي أقل بكثير من العدد الفعلي. ورغم تربع البرازيل على عرش المرتبة الثالثة عالمياً من جهة حالات الإصابة والسادسة من ناحية الوفيات، جدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الدعوة إلى استئناف النشاط من أجل إنقاذ الاقتصاد. أمريكا الشمالية تئن بدورها، فعداد كورونا يواصل حصد الأرواح مع تسجيل واشنطن 1255 وفاة إضافية خلال الساعات 24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 94,661 شخصاً من أصل أكثر من 1,500,000 إصابة، مع الترجيح أيضاً أن يكون العدد أكثر بكثير. ومع إضافة أعداد الوفيات بكندا التي تعتبر الأقل تأثراً بالفيروس مقارنة بجارتها الولايات المتحدة، تكون أمريكا الشمالية قد تجاوزت عتبة 100,000 وفاة جراء الوباء. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، نلتقي في 11:30. إلى اللقاء.